السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم قصة جديدة وأسلوب جديد بالتدريج، إن شاء الله ينال إعجابكم. بتمنى شباب اللي مو حاطط لنا لايك يحط لنا لايك، واللي مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وإن شاء الله ما راح نقصر مع أي حدا حابب يتعلم مهنة الحلاقة الرجالية. طبعا مثل ما أنا شايفين شباب، الشعر من الجوانب مانو كثيف. راح نشتغل أول شيء، راح نبلش نص ننزل المنويل، نجيب ماكينة الكبيرة نشتغل تقريبا بهالطريقة هيك بشكل مقوس نصف دائرة، بس ما بدنا نقوسها كثير، ننظف مظبوط. طبعا شباب هاي الطريقة أنا كثير بحبها وكثير بفضلها، وإذا أنت مبتدئ وحابب إنك تطور حالك بالمصلحة أكثر وأكثر، استخدم هاي الطريقة وجربها وشوف كيف رح تتطور ويتطور مستواك بالمهنة. أول شيء شباب منجيب مشط ثلاثي بعد ما فتحنا نص، كمان نطلع فيها تقريبا إصبعتين. الشعر خفيف شباب، ما بدنا نطلع بالنمر كتير، بدنا نحاول يعني نشتغل قدر الإمكان يكون في تناسق بالألوان، لأنه يعني لما يكون الشعر خفيف من على الجوانب صعب، أو لما بنرفع النمر ما بيطلع فيه تدريج، تحس إنه سحبة وحدة اللون كامل يعني من تحت لفوق، يكون في شيء بسيط. بعدين شباب بنحط مشط اثنين، ننزل المنويل في معي كيف نبلش نشتغل. هلا شباب نرفع المنويل بصير اثنين، كمان نشتغل على الحرف اللي قبله، بدنا نحاول ما نطلع فيها كتير شباب. بعدين شباب بنحط المشط الواحد ونص، بننزل منويل. كتير ضروري نشتغل على المنويل شباب، يعني بين كل نمرة ونمرة بدنا ننزل منويل كرمال يطلع معنا تناسق وما يطلع فيه حروف تانية يصير علينا صعب كسرة وينتزع ألوان القصة والتناسق. بعدين نرفع المنويل لفوق الأخير، بلش نشتغل. شايفين كيف إيدي ثابتي محل ما علمت الخط بالبداية؟ يعني أنا ما فيني أشتغل والماكينة تكون مايلي، رح ينضرب الشغل كله. هلا شباب بنحط مشط الواحد، ننزل منويل، كمان بدنا نحاول ما نطلع فيها كتير، بدنا نحاول كمان انه ننظف النمرة مظبوط، يعني الواحد ونص فعلا نشيل واحد ونص، يعني مو مجرد انه مرقنا ماكينة على الحرف نحنا، لا ابدا، بدنا نشوف دائما شباب. برجع بذكركم لازم نشغل نظرنا. بعدين بنرفع المنويل على الواحد، متمنى شايفين بلشت عملية الدمج. هلا شباب هاي الخطوة كتير مهمة، كمان شايفين معي كيف في سماكي هون، في شعر كثيف طبعا مشتغل عليه على التشفير، مقص التشفير. انا اخترت مقص التشفير كرمال ما نخفف الشعر، لانه هو الشعر بالاساس مانو كتير طويل، فنحن بس بدنا ندمج القصة، يعني بدنا نعطيه جمالية للتدريج فقط، هيك استخدمنا التشفير. شايفين معي النتيجة شو حلوة طلعت. هلا شباب نحن بالبداية عملنا نص، ما عملنا زيرو على ماكينة الماكينة الكبيرة من السينيور، راح نجيب ماكينة الاكسترا وننظف، نترك خيال خفيف حرف خفيف. طبعا شباب ليش ما اشتغلنا بالماكينة الكبيرة اول شيء زيرو وبعدين عملنا اكسترا؟ كرمال يضل في تناسق، لانه حتى الالوان الخفيفة لما يكون مثلا من الزيرو للنص يكون في الوان
هاي يعني ما بتبين معك انت كمبتدئ، بس بمراحل متطورة رح تعرف انه النمر الواطية لما تنكسر بشكل صحيح رح يطلع النمر العالية كتير حلوة. يعني انت اذا كانت دمجتك غلط من الزيرو للنص ما رح تطلع القصة حلوة، من الثلاثة للأربعة او عفوا من الواحد للثلاثة. شايفين معي شباب كيف تركت خيال خفيف؟ هلا شباب بننزل المانويل تقريبا للنص مشان تصير ربع، بما انه نحن من البداية اشتغلنا نص فما في داعي نعمل نص، نشتغل ربع على الحرف مثل ما احنا شايفين. بدنا نكون كتير دقيقين شباب وما بدنا نطلع فيها، يعني الربع نمرة واطية ونمرة لون فاتح، فما فينا نحن نطلع فوق مع النص ومع الواحد ومع الثلاثة، بدنا نحاول بأرضه. هلا شباب بنرفع المانويل لفوق الاخير بصير زيرو. طبعا شايفين معي في خيال خفيف، هذا نشتغل عليه بالزيرو، واذا ضل شوي كمان نشتغل بالاكسترا، بس بدنا نحاول نكون كتير دقيقين شباب. دائما برجع بذكركم التدريج وبشكل عام مهنة الحلاقة الرجالي هي عبارة عن تركيز، عبارة عن تفاصيل اكتر ما تكون حلاقة. شايفين معي كيف هاد طرف الماكينة أنا عم بشتغل فيه كرمال يكون مثلا في مكان بده مكان ما بده، فأنا ما فيني أشتغل بالماكينة كاملة، بشتغل بطرفها كرمال أعطيها جمالية للقصة. طبعا شباب السالف دائما بنحاول نصف دائرة، نحدده بشكل نصف دائرة مقوس. طبعا شباب فيديو اليوم كان عبارة عن تدريج الشعر فقط، وهي النتيجة النهائية مثل ما احنا شايفين. شايفين التناسق، شايفين التدريج كيف مع بعضه. كان معكم الكوافير رام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.